عادل الرويسي كاتب عامنا قبل السيكا والغاسقلين قفصة. هذا يمثل تحرك عمالي تعبيرا منا على الاحتجاج الاعتداءات المتكررة اللي تعرضوا لها العوان بتاعنا على إثر عمليات الاستخلاص. هذه حملة قائمة بها ستاج، إلا أنه نهار السبت ما رعنا كون اثنين من زملائنا تعرضوا للاعتداء بالعنف الشديد، ضرب مبرح مما استوجب لهم راحة ب 21 يوم. اللي لاحظناه احنا كونه ما عادش عندنا حماية، ما عادش محميين للعوالم تاع ستاج. كيف لاحظنا كونهم من نهار الاثنين لامس ما صارش حتى حاجة معناها في توقيفها اللي قاموا بالاعتداء هذا. بالعكس حتى أمس في مركز حرس متاع راس الكاف صار الاعتداء على ممثل الشؤون القانونية متاعنا بالضرب زاد، حتى هو صبوا لي ليسونس زعما حبوا يحرقوه. صار الاعتداء على عضو من النقابة متاعنا حتى هو زعما حبوا يحرقوا ليسونس، وجروا على الأولاد وهربوها بجول وجابوهم للزروق في المركز متاع زروق باش تمت العملية متاع المكافحة. غادي احنا اللي نحبوا نقولوه من الحركة هذايا، راهو العوان متاع ستاج راهم خيو للعباد الكل، راهم مشوا خارج باش يقص عنا بيبونتو اللي ماشيين يقصوا عليه. راهو عملية استخلاص ديون متاع الشركة اللي وصلت 850 مليار، معناها وين ماشية ماناش دارين العباد هذه ما حاسه بينا ولا مش حاسه بينا. احنا توا المطلوب من السلطة كونها ترجع الاعتبار للعوان نتاع ستاج وترجع لهم كرامتهم وترجع لهم حقهم، على خاطر مش معقول في كل خرجه في كل عمليه نخرجوا بها الواحد يتضرب اثنين يضربوا ومن بعد تالي ما يصير حتى شيء.